مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة علي والسلام علي، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نير مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء.